اخوتي اش اخباركم؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين مزيان. اليوم جيت كومبارطاجي معكم واحد الحاجه اللي انا كنديرها، ماشي لانني بكامنكم ولا شي حاجه، غير اللي انسان ياخذ فيها الخير وانسان عنده مثلا شانيل يقدر يبارطاجي فيها حوايج مزيانين اللي يقدروا يفيدوا الناس، والانسان الا دارها ولا شي حاجه ناخذوا ياخذوا الاجر وناخذوا حتى حنا معاه. هو كيفاش قدرت تختم القران بطريقه سهله في شهر رمضان؟ واخا انا تعطلت نقولها، ولكن باقي الوقت العشر الاواخر صراحه هما اللي فيهم الفضل والخير بزاف. الانسان اللي دار فيهم شي حاجه زوينه هي انه كيفاش تقدر تقرا قران بطريقه سهله وتختم القران في شهر. اسهل طريقه اللي كنديرها انا صراحه نطبقها في شهر رمضان هي تقرا كل يوم جزء، تقرا كل يوم جزء، تقرا في الصباح جزء مورا العصر، المهم تقرا كل نهار جزء. يعني مثلا تقرا الحزب الصباح وحزب في الليل، ما قدرتيش تقرا حزب مورا العصر في الوقيته الناس اللي كيصليو فيها العصر، موراه كتكون وقيته خاويه قبل الفطور، المهم الوقيته اللي غتكون جالس قبل الفطور هذيك وقيته واحد نص ساعه ولا كذا تقدر تقرا فيها جوج حزب، وتقدر تقرا حزب بالليل من مورا التراويح مثلا من ترجع ولا من تبغي تنعس ولا شي حاجه هكا، ولا في الصباح بكري مثلا صليتي الفجر تجلس واحد تاخذ واحد القسط ديال الراحه في ديك الوقيته من مورا الفجر تقدر تقرا. وهذه الطريقه هذه غتكملوا، وهو جزء كامل اللي بغيتي تقرا، ماشي تحيز جزء كامل اللي بغيتي تقرا في الدار ما كياخذش منك حتى 15 دقيقه. هذه طريقه سهله بارطاجيها معكم باش تقدروا تقراو بها القران وتختموا القران اللي ما عمره ختم القران في شهر. والسلام عليكم ورحمه الله، نتمنى منكم الدعاء والسلام عليكم.